دافع الحكس الوالدين يعدلوهم يرجع النوم. يوم ملك سمعت ولا يرقد لحد أن حاسس بمدفع خاص. وبذاك السبب علمني يجازيه بالإحسان يرضي عنه عنه. وذاك العمل هو التنعد واستمريت فيه لأولاد موريتان كامل. المدفع شغلتي وشرماط الخيل والراحل وكل شيء ما قاعد شيء صح دون الصحيح. هذا يقبون ولا يشريه جديد ويخسر عليه. يجيبون نحل نصلحه ويرجع له صيفته ويصبح مدفع يخبر ويقيد. هذا يدقدق العود يجينا نقبوه ونديروا له هذا الحفول اللي هو ويصلح مدفع ما هباس يقد كل شيء يعدلوا مولاه ما تلاقى قديم. هذا هما عملنا. هذا جايبوا مولاه خاسر عليه عاد له يزرب ما عاد له عنده فيه طريقه يكون يزرب. الين يجينا احنا لاهي نقبوه ونردوه على صيفته وناخفته ويصلح ويمشي به ولا. وهذه قصيفة المدافع. للمطوع رائع. هذا شعبتين. اصلا مدافعنا الاولين اللي التقليديين اللي كانوا خالد سابق مدافع النصارى. والواحد يقبض البارود ويحقنه ويقبض السباقه. ويدير الكبسولة ويطلع الشعب الثنتين ويدير كبسولة هون وحدهم ويخبطهم. شوف لا هي كلهم لا هي ينزل على الأخر لما لك سمعت هذا دفل. أيوة معنى أن الصانع ما عنده شيء يكون شيء دور به مستقبل دولته وشعبه. هذا فكرت فيه ما قطشتو. أنا ما قطشتو يا كير لين تميت لين قلعت الشعبة له ندير له شعب أخرى. الشعبة عاد تحكم التعمار بها اللي عاد فيها تقعار بها ولين قلبتها قلعتها برمتها وقلعتها له وانا قد قاعد ندير فيها فكرت ان قد ندير فيها شعب. يتقد تحمل الشعبة قبل وسوى بردتها من داخل وعدلتها لين وافقتها مع شعبه. والشعبه حره قبض شعبه حره مانعه. هذه شعبه مقبوله من وتر وبعد الوتر لاندروف ولحقت فيها هذه الشعبه وقبضتها منها شريتها من اقراج وشبتها وتريت نعدلها وصنعتها لين اتقنت حد اني ركبتها فيها هي. بس بالك سمع نعدل فيها تعديلات الصخرين هون داخلين في نقرها الين عاد ترفد العماره. هي ما كانت ترفد العماره وعدت ندير فيها عماره ابو بلكه ونخبطها فيها على حالها ممكن.